صباح الخير. الإرهاب على الحدود اللبنانية بالألاف، وباقي التنظيمات من تكفيريين وإرهابيين ما عادت بعيدة عن الداخل. الأنظار إلى عرسال، وقلوب اللبنانيين مرة جديدة عم تخفق مع عناصر الجيش اللبناني. أما الداخل فأشبه بلوح زجاج قابل للكسر بين لحظة وأخرى، وبعضهم السياسيين واقفين على سوس ونقطة خلف متاريسهم المناطقية والطائفية وحسابات الربح والخسارة. أبواب لبنان مشرعة أمام ريح الإرهاب، وبعض من بالحكم عم بحاول يدخل من الشبابيك إن بالمراوغة أو بالعناد السياسي، والمطلوب إعادة نظر والكلام برسم الجميع. التليكارت يلي بيشكل الخدمة الأوفر والأسرع عند كتير من المواطنين، وخصوصا الأجانب يلي بيعتمدوا على كابينات الهاتف للاتصال بالخارج، صار اليوم بخبر كان ومرة جديدة خدمة منسية بالشوارع اللبنانية، خصوصا بعد إهمال الصيانة للهواتف العمومية وحالتها المزرية. تقرير من تابعه سوا. منا شغالة بس منظر. دولة شغالة مثل هالدولة. أصبح حال بعض كابينات الهاتف العمومي بلبنان بحال مزرية، فبعضها تحطم بفعل أعمال التخريب والتكسير، وبعض الآخر تحول إلى لوحة إعلانات، بالإضافة إلى تعليق أوراق النعي عليها، فأصبحت متعددة الاستعمالات إلا للغرض اللي وجدت من أجله. بتفوت عليه بتلاقي ليكي ماي، أناني ماي، نسكافيه حدو، مثل المزبلة وسخين، مثل المزبلة بتلاقي هون. كان عليها كلها أوراق وهيك، نحن نظفناها ومجوية، يعني الواحد بيستحي يفوت فيها. بلا وسخة، وسخة كتير، ما حدا عم يجي ينظفها، تخرب، ما حدا مصلحها، ما في صيانة، وين الصيانة؟ هي هو هودي ما فيهم تليفون ومقبعين شريط والبواب، حتى بواب ما فيه. يمكن بشارع الحمراء كلها يمكن واحدة بتحكي والباقيين ما بيحكوا. لا بكل صراحة صار أكثر من 6 أشهر معطلة. معرق لحركة سير المشاة على العرصيف. على الرغم من أنه هالكابينات بتأدي خدمة كبيرة للمواطن اللبناني وللعمال الأجانب نظرا لكلفة الاتصال الرخيصة المتوفرة فيها، لكنها أصبحت مهملة وبدائرة النسيان بانتظار حل يوصل من وراء البحر. يعني هيدي خدمة أساسا يعني كمية أرباح كبيرة للدولة، وزارة الاتصالات عم يروحوها هدر بسوق الصيانة وسوق الإدارة. ما فيش معه تليفون بده يغصب عنه يستعملها، هيدي مفيدة. واحد مقطوع، واحد ما بيكون معه تليكارت بيحكي بيلبي حاجته. اوقات طول ما معش بتلاقي تليكارت. هلا ما بقى يستعملون، صرنا عم نحكي على السنترال. كنت كل يوم كنت بيع 30 كرت، هلا كل جمعة بيع كرتين. لما تجيب تعود بوزة وتلعب فيها طول النهار انت وثلاث اربع اولاد، شو خاصة الدولة؟ ما هو اللي بلزق بيعملون له مخالفة، تاني مرة ما بقعد يلزق. الدولة لا تهتم بالبشر بعدين لا تهتم بهيك اشياء. كل 24 ساعة يشوفوا يعملوا جولة ويشوفوا لمين العطل يصلحوا. نتابع حلقتنا بالأمن والسياسة والاقتصاد. البلد بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة، وبالبيئة حدث ولا حرج. كورنيش المنارة واجهة بيروت البحرية والشاطئ الممتد إلى الروشة المتنفس الوحيد لأصحاب الدخل المحدود والطبقات الكادحة. وسط هاللوحة المرسومة بجمالية وإتقان صورة قاتمة بالمقابل. تقرير لزميل بول صغيب من تابعه سوا. عيب الشوم عليه، شوف هونيك هونيك على الصخور، مي وصخور حاطين زبالة، شعب عبط، شعب بحب التبط.
مش بس معصب وطالع من تيابه كمان. بدكن تعرفوا ليش؟ هيدا منو مكبل كارنتينا ولا جبل النفايات بصيدا، هيدا منظر غير طبيعي بنص بيروت. هون مسبح الريفيرا وهون كمان شط شعبي بقولولو الريفيرا، يعني الغني حد الفقير. وبأول الأسبوع انت وماشي على كورنيش عين المريسي اتطلع منيح، طلع أكتر، شايف البحر شو كبير. بعد السماء بحبها كبر البحر، وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. خاصة انه انا جاليريست، تابلو بجنن بالمعنى الفعلي للكلمة، والبلاستيك كتير مفيد للصحة ويزود بسرعة خارقة. طبعا كل اللي عموله هو معكوس. بدنا نعمل حملة وطنية لتنظيف كل هيدا، لانه التابلو على التابلو بتفرق يعني. منظر غير حضاري نهائيا، مش هيدي بيروت، لانه بتكون ببلاد برا ما في عندهم هالقصص. هيدي ممكن تتنظف مره بالسنه وتنعمل، ينعمل لاندسكيبينج ويمشي حاله، ويصير في قوانين لهيدا الموضوع، وفي تيكت وبحطوا بوليس، ما لنا مشكله يعني. ما في العالم ما بتحترم الا لما يصير قوانين، يحطوا لهم 20 جرزه كل واحد بيحط قنينه، ساعتها بتشوف الارض كليتها نطفت على البحر. ما بنحكيك شيء، هذا وش لبنان العاطي صار. راح وجه نظيف، وجه نظيف راح، اللي اجى ليصلح لبنان ويعملوا جنه قتلوه. شو مستنظر بعد من لبنان؟ Don't throw trash in the sea. It's so sad because you have so very beautiful place here. You can walk, you can see, look the beach, and it's not good for the nature. Oh, I'm from Brazil. Thank you. وطني يا جبل الغيم الأزرق. رواد الشاطئ يلي التقينا فيهم صوتوا بالإجماع أنه النظافة من الإيمان، ولكن الأوساخ ما إجت بسحر ساحر. البعض حمل البلدية والشاطئ خالي من أي مستوعب للنفايات، وبمفهوم النظافة شيل من ميلي وكب تاني ميلي. وحده عامل التنظيفات بيستحق التقدير، والشغل يمين يشيل. كله مع الشركس برقلهم كتير في اليمين زبالي كتير. هون صار شي 15 سنة، وهنيك قدام 15 وهي 30. لا اول شيء غير من قبل منيح، بس سكر الروشي هلا، سكروا يكروا يعني هون. اوكي، بيستحل تشرب فنجان قهوه هون بهالقعده هون، والله ليك محليها، ليك من القعده. انا بس بدي اقعد، بدي نظف حوالي، ما بيقعد مثل غيري هيك يعني. هيت ايدك والحاني ما بيقبلها هيدي. انا ما برضى الناس تكب زباله، بس حط لي هون ل برميل زبالة، يمكن العالم تتأيد بهالأشياء. ما في برميل زبالة على الشط كله، هيدا هون شيء 300 متر، شوف لي فيه شيء برميل زبالة؟ بس يطلعوا لبرا بسينات كيف سيجارة ما فيه ينكبوا، هون عم بكب كل شيء، ومن دولة كمان شوف ولا شيء حاطط تاي واحد يكب شيء، يعني ميلتين شو بيقولوا بالعربي، يقول ميلتين ما بسوا. نطرتك أنا، ندهتك أنا، رسمتك على المشاوي. يا هم العمر، يا دمع الزهر، يا مواسم العصافير. بين الأناني البلاستيكية وبقية زجاج المكسور وأكياس النفايات بالجملة، أطفال عم تلعب وتسبح، وشاطئ الريفيرا مثل صندوق الفرجي. وبين الأمراض الجلدية والضرر البيئي مكب نفايات جديد، وابتسم، أنت في عين المريسي. مو بس خطر صحي هذا، يعني أنت عم تتعامل مع مواد بدها 500 سنة لتندسر تتفتت، فمعناتها هيدا رح ترافقك 500 سنة لأولادك وأولاد وأولادك وأولادك، رح يتذكروك للأسف، رح يتذكروك بذكرى سيئة. البحر كتير حلو، بس للأسف طلع شوفي حواليك، يعني هلا نحن جينا إنه هيك نقعدنا ساعة زمان، شغل شغل شغل، بدك تغير هيك جو عن نفسك شوي،
ليك شو صار يعني؟ الأرجيلة وهول البيبسي، هلا بس نخلص بناخذهم معنا ونروح، انه منظر تكب هون عيب يعني، انه هيدا بلد بدك تحافظ عليه. بعدين العالم بتيجي على السن بلاش، ما في مصاري، القلة الشعب خلونا نشحد. لا ما خص. كيف شو خص الفقر؟ نظافة ما خص بالفقر والغنى. أيام عطرين الوسخ وسخ ونضيف نضيف. رايحهم نجيب أغراضنا بناخذهم ونرجع. لا المش نضيف بيته مش نضيف وين ما كان. هو ما كان بتكون حد نظيف برا قبل ما يكون بيته نظيف. انه ما تكبوا شيء بالارض، اعطوني اياهم لقري معي كيس بحطهم بالكيس. كله هذا تحت ما يشوفوا. الاناني اللي بدك شو بدك بلاستيك، شو بدك شو اسمه تنك، شو بدك ازاز، شو بدك حديد، شو بدك دواليب. البيئة وسخة كتير، أكثر من هيك ما فيني أقول، سوري. وطني وحياتك وحياة المحبة، شو بني تكبر بقلبي، وايام اللي جاي فيها الشمس مخباي. انت القوي انت الغني وانت الدنيا يا وطني. صباح الخير إيمان أبو علوان، حضرتك ناشطة بيئية واجتماعية. نعم. رح نحكي عن الحملات اللي عم بتقومي فيها لتشجير منطقة الروشة لتنظيفها. هلا كنا عم نشوف الريبورتاج وكنت عم تحكي باستفزك كتير الريبورتاج. نعم، أول شيء صباح الخير لكم جوال. هو جوال صباح الخير لإذاعة المستقبل والأخبار الصباح بشكل خاص اللي أنا بتابعها من سنين، ولأنه بتضوي على مواضيع اجتماعية اقتصادية سياحية بيئية بتجيب مصاري وبتخلي الناس يشتغلوا شبابنا بدل ما يسافروا. والحقيقة قلت لكم إن شاء الله أعرف أحكي، لأنه في ألم كبير لما نشوف هالمناظر على البحر، وفي ألم كبير لما نسمع مسؤولين دايما بيقولوا وبيسبوا بشعبنا. صحيح نحن الشعب في كتير معترين وفي كتير مش نضاف وفي كتير نقصهم تربية، بس كمان خلينا نقول في مسؤولية على الاثنين. أنا أخذت كم صورة يمكن هلأ ببين منهم. صور على الروشة بينوا بهالوسخ. من يومين كان في وسخ أكتر بكتير وخجلت وأنا عم بمشي، وأكتر من الخجل فكرت يا ريت وجهت دعوة لكتير من المسؤولين عبكرة أو بالليل أو أي نهار في أمان، ما بفتكر الخطر هالقد لحقهم، ينزلوا بس يتمشوا. أنا عطيتهم منطقة صغيرة من الحمام العسكري لعين المريسي، وهلأ من خلالكم بدي وجه للمسؤولين كلهم يتمشوا. إذا كان سفر الدول الأجنبية ما رح سمي، أنا شخصيا بمشي كتير وبشوفهم عم يمشوا. إذا كان ستات من ما لما نسمي ستات سياسيين كبار بيمشوا على البحر، إذا كان سواح، أنا عندي أصحابي من برا، في صديقتي يابانية إجت 6 مرات على لبنان، أول ما توصل تقلي إيمان بدي روح على البحر، هيدا المتنفس اللي بتحبه، وهيدي المناظر بقى شغلة كتير كتير مهمة. الحقيقة أنا كنت بإسبانيا عم بدرس سنة الماضي، وبعد ما رجعت نزلت أتمشى على البحر بكير، وهونيك تعرفت على كتير ناس، شباب صغار أصغر مني من 20 لـ40 50 سنة من كل الدول الأجنبية، وكلهم حابين يجوا على لبنان. كنت الوحيدة من لبنان أنه عرفوا في شيء عن لبنان، بيعرفوا بإيطاليا وبروسيا وباليونان وبغير محلات أنه لبنان بس حرب. أنا لما رحتوا هني عم يحكوا قلت له لا، عنا وادي النوبين، لا عنا الأموعة، لا عنا الشوف، لا عنا جونية، لا عنا حريصة، عنا كتير محلات حلوة. صحيح عشنا حرب بس نحنا شعب مناضل، نحنا شعب منحب نضل نعيش، نحنا شعب منقول للسياسية اللي بتمنى يكونوا كلهم عم يسمعوني، لبنان قلت لهم ليشفى هالشعب اعطوه تذكرة تيكت طيارة يروح يشوف شو في برات لبنان ويرجع ليبوس تراب بلاده. إذا كان بدبي ما تواخذوني، فعلا حاسة إنه رح أبكي. حلو. إذا بدبي جنني. بدبي حرارة 50، كل اللبنانية قرايبي أنا اللي ما ملاقيين شغل هون، ولا ظروف العمل برا عم يقدروا يأسسوا أشياء مادية أكبر بكتير، بيقولوا دبي بحرارة 50 في خضار أكتر من لبنان. أنا رحت على دبي ورحت على أبو ظبي، وأنا رحت على دبي رحت بشيء اسمه سياحة، حدا بيعمل سياحة ببلد، بدي وجه تحية للشيخ آل المكتوم بدبي، سياحة بتقول فيها من ضمن ما بتقول علموني بهالباص توريستيك اللي رحت فيه
انه لتر المي بدبي بكلفهم اكثر من لتر البترول ليسقوا ويحافظوا على الخضار، ونحن بلد الارز، بلد الخضار، انا بنت الشوف، بنت البروق، بلد المي. بنطلع بقرايبي طلعوا على الشوف، يا ريت وليد بيك يكون عم يسمعني، تقول لي طبعا باستثناء المحميه فوق، تقول لي الباروك تحت جرد، طبعا مش جرد بس بنسبه مكانه الشوف وبنسبه الارض والزراعه، ويا ريت هالمسؤولين بيوجهوا اهتمام كثير كبير للزراعه، لانه زراعتنا وخيرنا بتعيش كل المنطقه. كان بدي اسالك شو اللي خلاك تشتغلي وانت يعني تقريبا عم تشتغلي لوحدك، بس الدمعه اللي شفتها بعيونك بعتقد جاوبت عن كل هالاسئله. شو مشروعك؟ الحقيقة ما في مشروع وما في دعم مادي، قمت تاني نهار بس ما جيت من اسبانيا اخذت صور من عين المريسة للحمام العسكري، ما بعرف إذا بيمرقوا، كانت كل بنوكي مسكرة قطعوا، وكانت البويات اللي أيام الرئيس الشهيد الله يرحمه ترابو الرئيس رفيق الحريري كلها مزروعة بأحلى بلانتات، والشجر كله مزروع، ورئيس الشهيد كان كل لمبة على الروشة بعد ما اجتمعنا بمهندسين، كل لمبة كان ينزل بنفسه ويشوفها. يا ريت كل مسؤوليننا بيكرسوا ربع ساعة يتمشوا، لأنه الحراسة والسيارات الفخمة كتير مهمة، بس لما نمشي على الأرض منقدر نعرف شو فيه وشو بحاجة بلادنا يمكن أكتر شوي. بقى الحملة كانت بالحقيقة بأنه رسلت رئيس البلدية اللي بوجه له تحية كبيرة من شي سنة، أول شي طلعنا على صوت لبنان بآب 2013 مع مهندسة من البلدية، أول شيء صراحة نفت أنه البنوكة كانت مكسرة، تاني شيء قالت أنه الشجر هو مزبوط، شجر البلح اللي انزرع عن جيب من مصر وكان غالي وانضرب بمرض، بس هالشجر له شيء 8 سنين مش مزروع، حلو ينزرع. هلأ ضلينا شيء 4 أشهر ما صار شيء. الحملة الثانية كانت بشباط، لأنه هني قالوا بكانون الماضي الزرع أنه ما فيهم يزرعوا، ما صار زرع. طلعت مع رئيس البلدية دكتور بلال حمد مباشرة كمان على صوت لبنان، وأخذنا وعد منه بأنه يتساووا البنوكي وينزرع. الحقيقة تساووا البنوكي، ومبارح بالذات كنت كتير سعيدة لأنه البنوكي بوجه صخرة الروشة كانوا مأخرين شوي، بقى تساووا البنوكي، ومن هون بدي وجه له شكر كبير كمان. والبلانتات انزرعوا أول مرة يبسوا، سيقبت ما في سقاية يمكن مزبوطة انزرعوا، ما في ماء بالبلد الآن. ايه تاني مرة انزرعوا فيكوس. بقى مثل ما عم تشوفوا هودي الصور على الروشة، يا ريت دكتور بلال يكون عم يسمعني، التشجير بين البنوك كتير مهم، الناس عم تقعد وحق الطبيعي تقعد حد شجرة خصوصا بهاي المنطقة. طيب كأنه إيمان غديت النظر، وأكيد مش عن قصد بعرف، عن النفايات يلي شفناها وشفنا التقرير، ومبارح كان في تقرير تاني، وأصلا من دون تقرير إذا بينزل الناس وبيشوفوا هالمناظر المؤسفة. صحيح يعني أنا بدي أقول لك شغلة، أنا هيدا الموضوع بيستفزني يعني بعرف أنه في حق على المسؤولين وفي حق على الدولة والدولة مقصرة ولازم تحط مكبات للنفايات، بس في مسؤولية كتير كبيرة على المواطن اللبناني. يعني أنا ما بفهم كيف بعد بيطلع بإيده شخص يفتح الشباك أو يكون ماشي، يا عمي مش عم بيكب قش، عم بيكب كيس زبالة مثل ما أنه، يعني كيف بيطلع بإيدهم؟ هلأ أنا كاميرتكم أخذت لي صور أكثر من مرة على البحر وعاملين معي مقابلات مش أخبار الصباح بتلفزيون المستقبل، وكان في حدا يقول لي شو هالسر. أنا وأنا عم بمشي رح أحكي بكل صراحة، من يومين شفت حدا كب، طلعت هيك، بس بده يتوجه الواحد بكل تهذيب للناس وبحملة وعي. قلت له سوري ليه كبيتها هون؟ هيدي الزبالة. اعتذر شوي، قلت له عفوا هيدا بلدك، طلعت قلت يمكن ما يكون لبناني، قلت له يمكن انت مش من لبنان بس انت جارنا وكمان هيدا بلدك يمكن، قال لي لا لبناني، واعتذر وحمل الزبالة. هلأ بالنسبة للنفايات في شقين، في شق كتير مهم واتبعوه بأوروبا، هي حملات التوعية اللي واجب نعملها بالمدارس وبالبيوت وعلى التلفزيونات للناس ما تكب. بدبي ليه ما بيكبوا السيجارة؟ ليه؟ اجا صديقنا اسمه أرمن ستانلي اشترك من سويسرا بماراثون بيروت، ما لفت له نظره الزبالة، قال لي معقول في موظف بسكلين بيحمل المتر، يا ريت كل اللي بيدخنوا يسمعوني ليلم زرارير السيجارة عن الأرض، ما لفت له انه بيشوله، معقول بتعرفوا انه في واحد بيحمل ملقط بلم زوارير السيجارة؟ يا ريت بإسبانيا كل ست بتوقف بتدخن حد سطل الزبالة بتخلص سيجارتها وبتكبها. بدبي شي 400 دولار الزبط بيوصل، ما بعرف قديه الرقم، بعتذر،
إذا حدا بيكب على الأرض، في نظام من الدولة، في حملة توعية ما حدا بيكب، بس في نظام وفي قانون إنه لحتى ما حدا يكبه. وفي تربية كمان. وفي تربية يعني. وناقصنا ناقصنا بكل صراحة دكتور حمد، بوجه لك إلك التحية وللمحافظ كمان، ناقصنا مثل المكتوب اللي أنا بعته مكبات نفايات، حد الريفيرا بالذات تحت سكلين ما كانت من سنتين تنزل تنظف، بده يكون صار في قرار تنزل تنظف. إذا كان في مكب كبير للزبالة بلاستيك وبينحط عليه، مش بيروت مدينتك حافظ عليها، بينحط عليه ممنوع رفع النفايات تحت طائلة المسؤولية، وفي عنا شرطة البلدية اللي هن بحديث عن شرطة البلدية. رح خبري خبرية، مش من زمان كنت نازلة على سانترفيل، عن جد خبرية كتير تستفز العالم يلي بهمهم هيدا الموضوع. في اختي عم بتسوق، انا قاعدة حدا وصرت فجأة شفت اختي عم بتنتف بشعراتها ومعصبة كتير، شو بكي بتدليني على سيارة قدامي كبت، حدا فتح الشباك كب علبة سيجارة فاضية من الشباك على الأرض على مدخل سانترفيل. بتطلع بالسيارة بلاقيها صرت سيارة شرطة، يعني شرطة يلي هو مسؤول عن جد كان لو في افتح الباب وانزل عليه ما كنت بقول لا. الشرطي يلي هو مسؤول إذا شاف حدا كب من الشباك أو كب على الطريق بالزبط. هو مسؤول يعمل له ضبط. طيب إنه أنت أي مثل عم تعطي للناس؟ نعم، يمكن ما بعرف، أنا ما بدخل كتير بالشرطة، بس يمكن واجب كمان توعية بكل شيء، مثل ما الشرطي بيمرق الموتوسيكل على الإشارة الحمراء ما بيعمل له شيء، بكب ما بيعمل له شيء، بدها حملات توعية للكل. وطبعا الشرطة مسؤولين، بس حملات شرطة توعية البلدية للأهل يمكن قبل الأولاد وقبل المدارس، قبل يعني الأولاد وقبل المدارس. هلا إذا بتعرفوا من يمكن شيء سنتين فخامة الرئيس سليمان طلب تفعيل شرطة البلدية وقتها باجتماع مع الوزير معالي الوزير مروان شربل، وبعد فترة أعلن وصار في تفعيل لشرطة البلدية بالذات، وعملوا لهم على عين المريسة وبكتير مناطق بيوت بريفابريكي وبيقعدوا فيها. بس بالحقيقة شرطة البلدية مثل ما بيعرف دكتور حمد كتير منيح إنه قاعدة بهالبيوت على الاير كونديشن وكل نهار عم تلعب واتساب، هني عم يقبضوا ويشتغلوا فيهم، يحرصوا وبيتسلوا وبيحسوا انه المسؤولين. مثل ما قلت له اذا تمشوا على هالبحر وعطوا ملاحظات مهذبه بليز انتبه هيدا بلدك، يعني فينا نفعلهم هلا ان شاء الله يا رب يضل الامان، انه واجباتهم هني يراقبوا بكل شيء. بس هيدي من ضمن تفعيله شرطة البلدية مثلا بفرن الشباك بتنظم سير، هيدا مبدأ بيربو عليه أجيال بالزبط. يعني بالزبط. ما فيك تغض النظر عن كيف رح بيكون جيل ورا جيل ورا جيل بالزبط. إنه إذا في ولد بيشوف أمه عم بتكب من الشباك هو رح يكب من الشباك بالزبط. شي كتير طبيعي بالزبط. يعني إن شاء الله من خلال هالبرنامج يا رب اليوم المسؤولين يعملوا، يمكن أنا فهمت إنه في قانون حتى للنظافة بس يتفعل هالقانون، وإن شاء الله تتشجر. هيدي شنطيون صغيرة من حمام العسكري العين المريسة، بس بيروت فيها تساع فوق 100,000 شجرة مينيموم، أنا مش عاملة إحصاء بسيط، وهودي 100,000 شجرة بدل ما نقول لبنان عم يتسحر بيخففوا من حدة تغير المناخ والانبعاثات النفيسة، لأنه ما في شيء بيعطي أكسجين للشجر وبيخفف من الغاز كربوني للطبيعة إلا الشجر، ما في عنا غير حل. بجيب هوا نقي وبجيب هوا نقي. انا لما رحت على اسبانيا بفيادوليد في محل بارك كبير بيجوا فيه كل منطقه فيادوليد اسمه الكامبو جراندي، بسموه البولمون الرواية لفيادوليد، بيروحوا بس ليشموا هوا نظيف. بقى يا ريت نحن كمان انه يفتحوا هالحرش بيروت ويتفعل، بفتكر ما بدنا اجانب، اللبنانيه عم ينجحوا بكل دول العالم ليديروا حرش بيروت، بفتكر اثنين لبنانيه يعني كل يوم عم نسمع بكذا برنامج من تلفزيونات العالم قد ايه اللبنانيه رافعين راس لبنان بكل دول العالم، بفتكر حرش بيروت ما بعرف قد ايه مساحته بالضبط، كم اداري جيد بيقدروا يدروه ويخلوا هاللبنانيه يتنفسوا غير مناطق. بقى ان شاء الله من خلالكم يا رب انه هالصوره توصل. طيب تقرير جديد ومن نفس الأجنة، الروشة من معلم سياحي ورياضي إلى مكب للنفايات، هالمتنفس الوحيد داخل زحمة المدينة واللي بيجمع كل فئات المجتمع من ساعات الصباح الأولى صار مكب للنفايات لتتجمع فيه الأوساخ المنتشرة للأسف. تقرير تابعي معنا. تفضل. شو هيدا؟ هيدا شو زبالة وسخ، طلع هونيك ما أجمله، لاحظ هون خسارة. ما بتحسي حالك بلبنان؟ لأنه لبنان شعب نظيف وأرض نظيفة، ما لازم يكون في هيك وسخ هون. بدنا نحلم بنظافة، بدنا نحلم بيئة حلوة، بدنا نهضب نحلم بمحبة. انفت نام وصير أحلام إنه بلدنا صارت بلد. انفت نام وصير أحلام إنه بلدنا صارت بلد. انفت نام
المواطن اللبناني اللي يحلم ببلد صارت بلد. وإذا كانت صخرة الروشة من أجمل المعالم بلبنان والصورة أمامها صورة تذكارية، فالأوساخ المنتشرة والنفايات المحيطة على جانب الرصيف أصبحت منظر يومي برافق زوار الروشة ومحبي الرياضة اللي بيتصبحوا على لوحة ممزوجة بين الجمال الطبيعي والتلوث البيئي. أنا لسه اليوم واصل على بيروت، يعني أول مرة لسه، يعني بلا ما أشوفك مناظر، يعني هذا الشيء يعني ما حلو للبلد بشكل عام. يعني ما في دولة تنظفهم لهول، إنه معقولة هيك شيء مثلا منظر للبنان، واجهة لبنان صخرة الروشة هيك شيء، هذا منطق؟ كل العالم تجي بتكب هون وسخة وقرفة، ما بعرف ليش، مع إنه بحاطين لهم علب يعني بحطوا فيهم الكبوا فيهم. هلا السبور كتير حلو هون، بس طبعا بهيك يعني وسخ موجود بالطريق رح يكون كتير سلبي. منغير اكتر شيء المنطقة، ما في غير حل، يعني نروح غير مناطق انظف من هون. جينا نصور حد الروشة بطلع زبالة بقلب الصورة. انا هون شفت البوليس ماشي بعكس السير على الموتوسيكل، يعني هيدي ارنو هيدي صغيرة قدام هيديك. هو انا حاولت صور صاحبي، وانه قد ما في انه حاولت اني ما بين الزبالة بس ما قدرت. طلعت الزبالة. هاي بلد لا مش بلد، هاي أرض تعالى مجموعين لا ما تروحي، لا ما تضربي، لا ما تصلي. قوم فوت نام وزير أحلام. مدة طويلة والمنظر ما زال على نفس الحال، ورائحة النفايات رح بتزيد يوم بعد يوم، وربما قد تبعد السياح ومحبي الرياضة عن هالمكان. وإلى حين وجود الحل وتنظيف هالمنطقة، بيبقى موضوع النفايات والأوساخ المنتشرة أمام صخرة الروشة برسم جميع المعنيين. أنا بلاقيها مشكلة مواطن وبلدية، لأنه المواطن نفس الوقت لازم يحافظ على النظافة، والبلدية شوي مقصرة. يعني ولا مرة شفت حدا من البلدية واقف هون أبدا. أنا بنزل الصبح بنزل بعد الظهر، ولا مرة. منا من بيروت هاي. كل البلاستيك ما بيروحوا لحالهم، هذا بيضلوا بالطبيعة كل الوقت. وما يعني مش مثل الأشياء العضوية اللي بتتفكك لحالها. هيدي زبالة ما بتروح، بتضلها سنين. لما بتشوف هيك زبالة وبهيك منظر خلاب رائع، فأكيد شي ببكي يعني. هذا التخلف. هيدا أنا بوع الروشة قبل الحرب اللبنانية، كانت من أجمل الصخور، يعني تتمنى تطلع بالصخور هيدي. ما بعرف هالأيام هيدي. أنت حامل ولدك وسخة، وين بكبة بسلة، مو بكبة بالشارع؟ مثل بتعودي بالبيت بتعودي بالشارع. لا أنا بكب بالطريق. ليه؟ أنا ما بحب كب وسخ. يعني كله بيصب بنفس الخانة، كله بنفس الخانة. ليه؟ مش بس انه النفايات بت هيك بتزعج لك نظرك او بتأذي المنظر، هي كمان على البحر، يعني عم تأذي البحر، عم تأذي البيئة. من هون انا بالحقيقة وجهت ايميل مكتوب لدكتور حمد، واقترحت اقتراح ما بعرف اذا بينفع ولا لا، وهيدا انا دارسة ادارة اعمال ماني خبيرة بيئية، بس كافكار وجهت مكتوب بيقول اذا منحط ارماط على البحر ومنحط فيها صور لسمك، كذا نوع سمك، ومنقول للبنانية انه الحفاظ على الثروة السمكية قديش مهم، وانه هالاوساخ هاي خاصة البلاستيك والانانة والاوساخ بتنزل بالبحر وبتموت كل هالسمك. ونحن بنعرف انه بلبنان من الجنوب للشمال على البحر، واغلى بلد بالسمك، حق السمك بلبنان، حق اللبنانية ياكلوا سمك ويتغذوا، حقهم ياكلوا ببحر نظيف، وحقهم يسبحوا ببحر نظيف ويشوفوا منظر مثل الخلايا، ويشوفوا منظر لبنانية والاجانب، لانه نحن منضل نحكي وعم نزور دول لنجيب مصاري لهالبلد. اذا منجيب مصاري لهالبلد من بدنا من الداخل نجيب مصاري، خلينا نحافظ على بلدنا، خلينا نحترم بلدنا، خلي مسؤولينا يمشوا كل يوم ويتفرجوا على بلادهم. طيب سالتي دكتور حمد، صرت ملتقي فيه كذا مره، سالتي شي مره اذا ماشي على الروشه؟
دكتور حمد بيته حد الروشة، أنا صراحة ما بشوفه بس بفتكر بيمشي، وهن أشغالهم كبيرة يعني طبعاً بالبلدية في كتير أشياء، وفي عندهم في هن فهمت التسلل هن وسعادة المحافظ، يعني كان قبل يمكن كان في ما كتير في تنسيق، بلكي إن شاء الله سعادة المحافظ الجديد أنا ما شفته الحقيقة يصير في تنسيق أكتر، وبلكي إن شاء الله يكون في جهاز بالبلدية، مش إنه بدنا متعهد ليزرع ومتعهد تاني ليسقي ومتعهد لحتى يصين، بلكي يكون في يعني هني أخبر أنا ما بعرف لأنه وقت اللي حكيت عم بيقولوا إنه في متعهد للسقاية ومنشان هيك كانت وفي متعهد للزراعة وهو بيتابع، بقى بلكي إن شاء الله بيكون في تنسيق مع المتعهدين exactly ومع الدول التانية، لأنه كتير سهل إنه واحد يزور أي بلد حدنا ويعمل علاقات مع البلدية. أنا رحت كمان بمؤتمر من سنتين مع ست مها الخليل على قبرص، وهونيك البلدية شفنا شو ناشطة وقدي البحر بالبلاش، يعني واحد بيروح على كل بحر قبرص بيسبح، حاطين اشياء كتير حلوة للبلدية، هون بطل في بحر ببلاش، واذا كان ببلاش عم نشوف كيف عم بيكون كله نفايات ماشي، شاز لونج ملونة وشمسية ملونة، جروب ازرق جروب اصفر جروب احمر ونظافة، وكل الناس بتروح تسبح ببلاش، وانا سبحت ببرشلونة ببلاش وانا عم بسبح هونيك الحقيقة، يا ريت يسمعوني الكل، حسيت انه بالحقيقة مع احترامي وتحياتي وحبي الكبير لإسبانيا برشلونة مش اجمل بكتير من صخرة من الرمل البيضاء، مش اجمل بولا شوي exactly. الرمل البيضاء اذا اهتمينا فيها مثل برشلونة المسبح. إيمان كنت عم تحكي مشهد شفتيه أنت استحيتي وقت كان مايك حداد عم بيتسلق exactly. صخرة الروشة exactly. نسلم عليه كتير أكيد. نوجه له تحية كبيرة أكيدة، والحقيقة لما كان عم يتسلق صخرة الروشة كان في سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي وسعادة النائب مخيبر ودكتور بلال وثلاثتهم، ما بعرف إذا ثلاثتهم أو ثلاثتهم بفتكر وقتها قالكوا كلمة، وطبعا كنا حدهم وكان بعده البنك مش مساوى فوق، بقى الحمد لله امبارح انه تساوى البنوك، هي تحية كبيرة وشكرا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هلا من خلالكم بيتم التشجير، والتشجير بلدية بيروت فهمت من دكتور بلال انه عندهم مصاري كتير ومنهم بحاجة، وانا من خلالكم اذا بلدية بيروت كانت بحاجة لمساعدة فينا نعمل اي حملة، في كتير لبنانية عنا اغنياء، انا وضعي اقل من عادي والكل الناس بتعرفني وفخورة بهالشي وفخورة بنضالي، في كتير لبنانية وكتير عنا أصحاب بنوكي وأصحاب مؤسسات وأصحاب شركات وناس عاديين مستعدين يقدموا شجر، بس بدنا تسمح لنا البلدية لأنه نحن ما قلنا حق نروح ونزرع، وبدنا سيستام متابعة إذا نزرع الشجر يتحافظ عليه أخضر. تعرف إيمان أخطر شيء أنه نحن نقطع حد الروشة، ومثلا انا اذا قطعت ما رح انتبه انه عن جد البنك مكسور لانه نحن تعودنا على الشواذ، هلا ساووا البنوكي وحلوين وحلوين مثل برا، بنوكي خشب والبيس تبعهم الاصليه ما تغير البنك، وكلفتهم ما بفتكر كانت كبيره مثل مشروع تغييرهم كلهم سوا، وان شاء الله يعني اذا بتسمحوا لي كمان لان الحقيقه مكتب الشيخ سعد دائما بيتابع، بدي وجه تحيه كبيره للشيخ سعد مع انه غايب عن لبنان، بنتمنى الله يحميك يا الشيخ سعد، بيتابع كل صغيره وكبيره ومع كل الهموم والالام اللي حملوها بعدهم بيتابعوا كل صغيره وكبيره، وفعلا يا ريت يا ريت نتعلم بنك كل حمله بقيه بنك مدعم الحمله التواضع منهم، يا ريت هيك كل المسؤولين من دون ما نسمي مهما عمل عالت رتبتهم يتعلموا التواضع، التواضع التواضع هو بخلينا نشوف بلادنا ونحافظ على جبالنا وبلادنا، هن عم بيركضوا ويتسابقوا ليحصلوا على هالبلد، ويا ريت بيعرفوا كيف يحافظوا عليه لا في حال اذا حصلوا عليه ان شاء الله ان شاء الله. لا الكل عم يشتغل الحقيقه، بس يمكن الهموم كبيره والمشاكل كبيره الكل فيها لا ما بدي لطفه، بس خلينا من خلال اخبار صباح ومن شاشه تلفزيون المستقبل عن جد نحييك ايمان، يخلي لي اياكم يا رب، شكرا كثير، ما بدي اقول كثير مثلك، يا ريت في شوي مثلك بيناضلوا بهالايمان، شكرا، في اكثر بكثير، انا ما بعرف شيء في انا بالحقيقه كمان من قبل تعلمت كثير من جمعيه الخط الاخضر اللي بوجه لهم تحيه كبيره، هلا يمكن الظروف تغيرت عن قبل ايام الرئيس الشهيد كمان وقت عملوا حمله للرملة البيضاء ودعم عملوا درج وقتها وساعدوا كثير، وفي كثير جمعيات بقية في كثير ناشطين يعني كل واحد على قدرته، بنسلم عليهم كلهم وبنشكر حضورك معنا، شكرا لكم، بنشكر محبتك لهالبلد، شكرا لكم وللتلفزيون، اهلا وسهلا فيك. Thank you.
بريك نرجع نتابع اخبار الصباح.